تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس أركان الجيش وبحضور السيد قائد عمليات بغداد وقائد الفرقة المشاة 17 وجمع من ضباط الجيش العراقي، نفذ أبطال الفوج الثالث اللواء 59 للفرقة المشاة 17 مظاهرة قلعة الصمود، كيفية إدارة المعركة الدفاعية، النقطة الحصينة في الدفاع وصد التعرض. وقد ألقيت في المظاهرة كلمات لقائد الفرقة وشرح لأبرز تفاصيل المظاهرة من قبل رئيس أركان الفرقة. وأبدى قائد عمليات بغداد ملاحظات وتوجيهات سديدة تصب في الاستفادة من التمارين والتدريب المتواصل وتنفيذ العمليات العسكرية. طبعا اليوم حضرنا في قيادة الفرقة 17 لمظاهرة كيفية إدارة المعركة الدفاعية، وطبعا هذه المعركة الدفاعية مهمة جدا بالنسبة لمقاتلينا، تعلمون منها دروس كثيرة، هي كيفية إدارتهم للمعركة الدفاعية وكيفية استخدام الأسلحة وتوزيع حظم الموضع الدفاعي. وهذا يعطي فد انطباع أن قطاعتنا إن شاء الله تستخدم السلاح بصورة صحيحة وتوزيعه ضمن الموضوع الدفاعي، وكيفية انفتاح السرية وكيفية معالجة العدو عندما يهجم على المواضع وكيفية رد الفعل وإصدار الأوامر ووصول أمر الفوج والإجراءات اللي يتخذها. اليوم شاهدنا في هذه المظاهرة القيمة، وكانت هناك إجراءات جيدة جدا من قبل المقاتلين ومن قبل أمر الفوج بتوجيه من السيد رئيس أركان الجيش المحترم وبمتابعة من قبل السيد قائد قوات البرية المحترم والسيد قائد عمليات بغداد المحترم. اليوم تم تنفيذ مظاهرة من قبل الفوج الثالث اللواء المشاة 59، مظاهرة هي إدارة المعركة الدفاعية أو الدفاع في النقطة والفصيل والسرية عقب الأحداث اللي صارت في منطقة مطيبيجة في النقطة اللي استشهد بها الشهيد البطل العقيد ركن خالد. حاليا اليوم تم تنفيذ هذه المظاهرة والإراءة من قبل كافة الضباط والمقاتلين كيفية الدفاع عن النقطة ابتداء من استطلاع أمر الفوج ومن استطلاع العدو للنقطة ومن الدفاع في النقطة ومن ثم قتل العدو. المظاهرة توخت إبراز دروس عديدة، منها الاستخدام الأمثل للأسلحة الخفيفة والمتوسطة والسيطرة على أوامر ضبط النار والتدريب الجيد وكيفية رد الفعل السريع ومعالجة العدو وإصدار الأوامر ووصول آمر الفوج والإجراءات التي يتخذها، ودروس أخرى متعددة استفاد من تفاصيلها كافة الضباط والمقاتلون المشاركون فيها. حسب توجيهات السيد قائد فرقة 17 المحترم حول كيفية إدارة المعركة الدفاعية بمستوى سرية وفصيل ونقطة، نفذ الفوج الثالث لواء مشاة 59 قائد فرقة المشاة 17 مظاهرة الدرع الحصين بمستوى سرية. الدروس المتوخات هي كيفية السيطرة على النار والاستخدام الصحيح للأسلحة الساندة وتوزيعها على النقاط. نفذنا تمرين والحمد لله يعني استفادنا من وظائف النهواية والمعنويات جيد جدا. من منطقة الحرقاوي جنوب بغداد، صباح الخزعلي، إعلام وزارة الدفاع.